عشان نفهم الموضوع أكتر بينضم لينا على التليفون دكتور محمد عبد العزيز، أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس. برحب بيك يا دكتور معنا. أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا. أهلا بيك يا دكتور. و 41 ألف طالب بيرسبوا في الترم الأول أو في الفصل الدراسي الأول في المرحلة الإعدادية. أولا قلنا يا دكتور، هل الرقم ده هو رقم طبيعي وزي كل سنة ولا النسبة كبيرة؟ لا، شوفي حضرتك، هو في بس نقطة مهمة لازم نتكلم فيها عن مسألة تقييم العملية الامتحانية. يعني أنا عشان أقيم عملية امتحانية أو ما بقيمهاش بنسب النجاح أو الرسوب، المفترض إن أنا في عندي عملية امتحان، يعني عملية تقييم لعملية تعليمية شاملة. فبالتالي أنا النتيجة اللي بتظهر عندي في النهاية ما باخدهاش، النتيجة عند حضرتك نتيجة خام، بمعنى إنها بتقول لي نجح قد كده ورسب قد كده. لكن المفترض طبعا ان انا بعمل عمليه تحليل شامله للنتيجه، بمعنى اعرف الطلبه الراسبين دول رسبوا في كام ماده، ويعني اي نوع من المواد اللي هو رسب فيها، وابدا احلل النتيجه. طب الجماعه اللي نجحوا دول نجحوا ايه؟ ما هو انا ممكن يبقى في عندي مثلا 100 طالب دخلوا الامتحان مثلا، ال 100 كلهم ناجحين، لكن يا دوبك ناجحين بدرجه النجاح، هل دي اعتبر نتيجه امتحانيه؟ لا، لابد ان احنا يبقى بالتالي المساله في النهايه بتعتمد على مدى رؤيتي لتحليل الورق الامتحاني. نيجي بقى للنسبه العامه اللي ظاهره قدامي 77%. يعني معنى الكلام ده ان دي نتيجه اعتقد انها نتيجه منطقيه، يعني ما فيش عمليه امتحانيه يكون فيها نسبه النجاح 100% ابدا. لان احنا لو دخلنا اي عمليه امتحانيه تربويا، حتى نقول هذا الكلام للطلبه بتوع في الجامعه اللي هم هيطلعوا مدرسين، خلي بالك انك انت لو تعمل اي عمليه امتحانيه في حاجه اسمها المنحنى الاعتدالي او المنحنى الدرجي، بيبقى في عندك نسبه نجاح معينه، هي النسبه الطبيعيه بتبقى تقريبا 70%. اكيد. وال 30% دول بيتراوحوا بقى ما بين طلبه ممكن يكونوا راسبين في مواد معينه او ان هم ممكن يكونوا تغيبوا. طبعا النتيجه اللي قدامي دي، يعني زي ما حضرتك شفتي ان في 143 الف طلبه نجحوا، والعدد الباقي اللي هو حوالي 41 تقريبا 41 الف تقريبا، دول اللي هم رسبوا في الامتحان ده غير الغايبين، يعني غير اللي هم كانوا غايبين متغيبين. ايوه. لما اجي اقارن بقى النتيجه دي مثلا بنتيجه السنه اللي فاتت، ما احنا برضه لازم نعمل دراسه مقارنه. لما اقارن بين السنه اللي فاتت والسنه دي هتجد ايه؟ النتيجه السنه اللي فاتت 3% 83%، يعني في انخفاض في نسبه النجاح. يعني النسبه اعلى شويه من السنه دي. ده ممكن يكون نتيجه عوامل مختلفه، يعني الطلبه اللي هم دخلوا السنه اللي فاتت كانوا كام طالب؟ كان حوالي 185,000. نجح منهم 147,000. السنه دي بنقول دخل حوالي 185,000، نجح منهم حوالي 143,000، يعني تقريبا النتيجه متقاربه، نتيجه متقاربه كعدد، لكن نسبه النجاح هي مختلفه، لان احنا بنتكلم في نسبه السنه اللي فاتت تجاوزت ال 80%، السنه دي 77%. بس انا برضو نفسي برضو يعني انبه، او يعني الجماعه المشاهدين اللي بيشاهدونا اكيد في يعني اولاد امور كتير أكيد. اولادهم كانوا في المرحله الاعداديه، لازم نفهمهم انه خلي بالكم ان المرحله الاعداديه تعتبر انها يعني بنقدر نقول انها مرحله بدايه لمرحله جديده بتشهد نظام امتحان ثانويه عامه مختلف عن السنوات السابقه. فلازم نعلم اولادنا من النهارده ان المساله مش مساله انا نجحت او رفضت، المساله مساله تقييم لذاتي. يعني انا كولي امر النهارده لازم اعلم اولادي ان انا اقيمهم تقييم مظبوط، مش مساله ان هو نجح او رفض، لازم اعرف امكانياته فين، قدراته فين، ايه المناطق النقاط السلبيه اللي عنده، ايه النقاط الايجابيه اللي عنده عشان انميها، عشان لما يخش بعد كده المرحله الثانويه يقدر ينجح. يعني ما ممكن في طلبه كتير من الناجحين دول هيخش ثانويه عامه، هيخش ثانويه عامه. ودي نقطه اللي حابه اتكلم مع حضرتك عليها، هي فكره ان المرحله الاعداديه هي مرحله فارقه جدا بالنسبه للطلبه، علشان هو بعد كده هيدخل يا ثانوي عام يا هيدخل تجاري او ايا كان يعني النظام اللي هيلتحق بيه، فهي يعني مرحله مفصليه. بالظبط كده، ولذلك انا بقول برضو انا بأهيب وراء الامور انك لازم تكون يعني واقف على نقاط الايجابيه عند ابنك والنقاط السلبيه، عشان تقدر انك انت تنمي عنده النقاط الايجابيه، عشان لو هيخش ثانوي عام وهيكمل ثانوي عام هيقابل مشكله كبيره في الامتحانات اللي جايه بعد كده. يعني امتحان ثالثه ثانوي خلاص بقى التوجه عام، الامتحان مش هيعتمد على مساله الحفظ والتسميه والكلام زي كده، لا، الامتحان اصبح له مواصفات تانية مختلفة تماما. طيب دكتور، اللي رسب في الفصل الدراسي الأول في المرحلة الإعدادية ممكن يقدر يعوض بسهولة في الترم الثاني أو الفصل الدراسي الثاني فيقدر يدخل ثانوي عام، ولا بيكون النتيجة صعبة؟
هو لا هو ده متوقف على مجموعه، يعني متوقف على مجموعه، هو جاب قد ايه، متوسط مجموعه قد ايه، بس اهم حاجه ان هو يعني يقف على النقاط السلبيه عندي، يعني يعرف هو مجموعه انخفض ليه. لان السنه دي انا شفت، يعني انا متابع الامتحانات، امتحان الرياضيات السنه دي اعتقد على مستوى القاهره والجيزه ومحافظات ثانيه اخرى كان في بعض الاسئله الغير مباشره، يعني في اسئله اعتمدت على برضو مساله القياس الفهم والتطبيق والتركيب والكلام اللي احنا بنتكلم عنه، اللي هو التوجه العام اللي ماشيين فيه في النظام التعليمي الجديد. فلازم النهارده ابني من النهارده، لا انا كولي امر ان النهارده بالتعامل مع المدرسه او مع المدرس اللي هيقوم بتدريس ابني بعد كده في المرحله اللي جايه في الترم الثاني، لازم اعرف هو درجاته انخفضت ليه وايه نقاط القصور اللي عنده عشان يقدر بعد كده يحسن النتيجه بتاعته.